انطلاق رفعت الرايه البيضاء. اذا اندفاع موفقه سيداتي انساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادريه وفي العاصمه الرياض لخامس اشواطي هذا اليوم. نتاج مفتوح الدرجات عمر السنتين تتنافس على مسافه الميل مسافه 1600 متر مسافه الات فورم. سبع اسماء تتمركز في هذا الشوط هنا يتقدمهم صقر الميدان في اولى المراتب فيما المطارده من النبكه من تيلتكس المرتبه الثانيه منصوري تمركز ثالثا وجدي هنالك بن ماجاك من المسار الخارجي في المرتبة الرابعة فيما الذيب غانم يتمركز خامسا برفقة اكس بالرياض وهنالك زخات المطر في المرتبة السابعة ابنة ماتشو ماتشو هنا يتقدم صقر الميدان بالسبرينج اتلاست تباطأت السرعة قليلا ب 11 ثانية و85 جزءا من الثانية بسرعة 59 في هذا الشوط سرعة جدا عالية للغاية. هنا يبدأ نبك في اولى المراتب بشعر اسطبل البيضاء من تيليتكس برفقة عادل الفريدي فيما المنطردة جارية من يا منصور من المسار الخارجي قادم ابن ووردلي فيما صقر الميدان تراجع إلى المرتبة الثالثة القدوم من قبل اكس بالرياض النبك قادم وهنا ايضا يا منصور قادم من المسار الخارجي ابن ووردلي يتقدم بالشعر الشريف هزاع شاكر العبدلي الرقم واحد والرقم اثنان النبك ويا منصور من المسار الداخلي والخارجي هنا لا تزال المنافسة مستمرة النبك من المسار الداخلي يا منصور يتقدم برفق طول يستحث عبد العزيز الموسى أكثر فأكثر قادم ابن ووردلي في أول حضور له في موسم سباقات الرياض يا منصور بشعر الشريف هزاع شاكر العبدلي تدريبات عبد العزيز الموسى وقيادة الخيال العائد عبد العزيز الموسى اهلا بعودة يا منصور واهلا بعودة عبد العزيز الموسى اجمع وكذلك الشعار الشريف هزاع شاكر العبدلي يا منصور ابن ووردلي من الحضور الرابع له يسجل انتصاره الثاني في سجله السباقي بسجل مميز للغاية ما شاء الله تبارك الله في عمر السنتين المرتبة الأولى.